السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي في امان الله. ما تصوروش قداش توحشتكم، يعني هذه واحد المده طويله ما بقيت صورت حتى شي فيديو كيبان في وجهي، يعني فقط هكا الفيديوهات ديال الطبخ مره وماشي بزاف، فغبرت يعني غبرت واحد الغبره اللي خايبه. وكنشكر يعني كنشكر كاع البنات اللي خداو من وقتهم وخلوا لي تعليق اولا مشاو للخاص وهضروا معايا وسولوني واستفسروا علاش هاد الغيبه هذه، فحتى انا بدوري كنشكركم الشكر الجزيل وكنقول لكم كنبغيكم كنموت عليكم. وصراحه انا ما نقدرش نوقع يعني بلا يوتيوب، يعني يوتيوب كيجري في الدم، فقط يعني اللي كيشدني عليكم شي حاجه اللي هي كما كيقولوا الشديد القوي. فان شاء الله غادي هذا الفيديو هذا غادي يكون سؤال جواب، غادي يعني نجاوب على الاسئله اللي طرحتو في البوست اللي نزلت في الانستغرام ديالي، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف وفي التعليق الاول. ما تنساوش البنات تهجموا عليا تما وتتبعوني، يعني كندير هكا يعني شويه نشيطه فيه، حتى ماشي بزاف ولكن المهم كوم حسن من اليوتيوب. فقبل غادي نوريكم شي واحد جوج ديال السبرديلات توصلت بهم، يعني دي باسكيت زوينين بزاف توصلت بهم من واحد الموقع اللي هو يعني موقع من هونغ كونغ، يعني هونغ كونغي هونغ كونغي. المهم واحد السبرديلات اللي واعرين بزاف غادي نوريهم لكم دابا، عاد ندوزو نجاوبوا على الاسئله. المهم جاوني بحال هكا كريت ماس ديالهم، انا غادي نوريكم نفتح وحده بوحده. ما تصوروش البنات شحال توحشت هاد الجلسه هكا حدا الكاميرا ونهضر ونجمع معاكم، عاتي محمسه وفي نفس الوقت مرتبكه بحال اول مره غادي نصور فيديو، لانني فعلا غبرت واحد الغبره اللي هي خايبه كاع يعني طويله. فاول باسكيت او السبرديله هي هذه، ما نقدرش نقول لكم البنات الكاليتي ديال هذا الموقع هذا كوي، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم حتى لي ليان ديال هاد جوج السبرديلات، يعني هما كيتعتبروا الهوت كام ديال يعني الهوت كام ديال كنعرفوا المواقع الصينيه ولا هكا السلعه الشينوا اون جينيرال، يعني بزاف اللي كيقول لا راه ماشي حتى لي راه ماشي لا ماشي السلعه الشينوا كلها خايبه، راه كاين الهوت كام ديالهم يعني شي حاجه اللي واعره. هادو السبرديلات طبيين، غادي نقرب لكم الكاميرا، يعني شي حاجه ميديكال. شوف البنات شحال غزاله، رائعه انا حمقتني، رائعه زوينه بزاف، وكتجي في اللبسه ديالها هائله حلاوات، يعني شي حاجه انيقه وهكا وانثويه، انا عجبتني. وهذه مريحه دايره بحال الاستيك كتجبد، شفتوا كتجي صراحه زوينه بزاف، هذه حمقتني البنات. شوفوا من اللور كيفاش دايره، رائعه شي حاجه واو، وعد مريحه وكلها الاستيك، يعني كتشد لك الفورمه ديال رجلك، يعني كونفورتابل ما كتحسيش نهائيا انك لابسه شي حاجه اللي هي ثقيله. واصلا هما كيف ما قلت خفاف، يعني خفاف بزاف، ماشي حاجه اللي هي يا سلام. كاينه هادي في النوار، في النوار والبلون، غنوريكم حتى هي كي دايره. المهم البنات هذا الموقع غادي نخلي لكم لوليان ديالهم ديال الحساب ديالهم انستغرام، غادي تدخلوا داكشي عندهم كيحمق، داكشي عندهم زوين، وما عندهمش غير السبرديلات، عندهم حتى الحوايج سواء النسائيه اولا الرجاليه، ولكن فهادشي السبرديلات عندهم بزاف، يعني كاين لو شوا. شو كي دايره البنات، عندها اللور هنا واحد لير هنا لتحت اللي كيخليها كتجي خفيفه في الرجل وكتبومبا، يعني كونفورتابل ما كتحسيش بالعيا نهائيا وانت لابساها. المهم شي حاجه اللي هي زوينه واهم حاجه خفيفه، يعني ماشي داك السبرديلات اللي كيكونوا ثقال كتلبسيها كتنفخ لك القدام ديالك. هكا كتجي في اللبسه ديال البنات، كيجي المنظر ديالها كأنيق خفيفه بحال ما لابسه والو، لانها ميديكال كيف ما قلت، زعما شي حاجه اللي هي زوينه. المهم السؤال الاول مع الظاهره بنداوي، غادي قالت لي نسولك واش مهليه في المويمه حيت باينه عليك الرضا. صراحه المويمه الحبيبه بوسه كبيره ديالك المويمه في حياتي، سواء انا واخواتي، شي حاجه اللي عظيمه العظيم والله، شي حاجه اللي هي مقدسه، يعني ماما كلامها دائما هو الكبير، يعني ولو حنا دابا كبار ولكن ما ماشي زعما انا كبرنا نردوا الهضره على والدينا ولا ما نسمعوش والدينا. مي ماما اصلا يعني واحد الانسانه حكيمه، يعني كندور حتى كنعياو وداكشي اللي كتقولنا سبحان الله هو اللي كيكون، لان عندها يعني سبحان الله كل واحد كيفاش كيشوف والديه. مي فريمون انا ما واحد المراه اللي حديديه كنوجه لها تحيه، واحد الام اللي زعما ضحات علينا فنات شبابه علينا، يجعل ربي يحفظها ويخليها لينا ويطولها في العمر ديالها، وكنقول لها كنبغيك بزاف. وبالنسبه للسؤال الثاني من عند حوريه،
واش ما كتفكريش تزيدي تولدي؟ صراحه ما كنفكرش نزيد نولد، حيت الا مشيت تزيد نولد غادي نمشي للمقابر مباشره، اكيد الاعمار بيد الله. ما فريمون انا عندي مشكل حقيقي، يعني كنت شاركته معكم، قلت لكم المرض اللي عندي واللي هو ليفاريس، وللاسف كاينين شي وحدين دخلوا قال لك ومصدعانه عندك غير العروق مصدعانه، يعني استهزؤوا بالمرض ديالي. انا عندي ليفاريس من النوع الخطير البنات، عندي ليفاريس رجلي بعدا هاد اليمن زعما فعلا كون شي وحده كيشوفو مباشره عندي مهلوك بزاف. عندي داك ليفاريس اللي كانوا في الولاده ديالي ديال ادم، يعني فعلا كنت غادي نموت شحال وانا ناعسه في السبيطار، فعلا شي حاجه اللي هي خطيره بزاف وما كنبغيش نوقف بزاف. هذاك الشيء علاش ما كنصورش بزاف ديال الفيديوهات. المهم انا غادي نزيد نشرح لكم اكثر، دونك ما نقدرش نزيد نولد ولو انا نبغي، انا كنحماق على الدراري الصغار، ما المرض مانعني، وحتى يعني حتى ماديا في هذا الزمان هذا يعني الانسان خاصو يحاول انه يكونوا عنده وليدات على حسب الدخل ديالو، على حسب كتعرفوا المدرسه كتجبد الحياه، المهم الحياه اون جينيرال كتجبد. وانا من النوع اللي كنبغي وليداتي نشوفهم في احسن يعني في احسن حاجه، نقريهم احسن قرايه حسب المستطاع. المهم هذا الشيء اللي كاين، وانا بالنسبه لي جوج وليدات شي حاجه اللي هي كافيه، الله يجعل البركه، الله يحفظهم ليا وصافي وخليني ليهم حتى انا باش نقدر نربيهم ونوصلهم. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لواحد السؤال واحد اخر، واش تقدري تعيشي بلا مكياج؟ وصراحه انا اصلا ما كنديرش بزاف ديال المكياج، يعني دابا حاليا يعني دايره واحد شويه ديال فون دو طون ولا روج ا ليف صافي، وما طاح جبالي واحد شويه صافي، يعني عيني ما فيهم حتى حاجه. دونك انا اصلا ماشي من النوع اللي كيدير بزاف بزاف ديال المكياج، يعني مولفه وجهي المكياج اين فوا كنمسحو كنتخلع، يعني حتى البنات اللي كيتلاقاوني دائما كيتلاقاوني هذا ما دايره حتى شي حاجه، ليكرون طوطال اللي امبوسيبل نخرج بلا بيه، يعني ما يمكنش نخرج للزنقه انا بلا ما ندير ليكرون طوطال، واخا نعرف ندهنو غير في الدروج، لان كنعرف ان ليكرون هو حمايه، هو لباس، كيف ما حنا ما كنقدروش نخرجوا عريانين للزنقه فحتى الوجه ما خصوش يخرج عريان، يعني لان داك الشمس راه كتكوي كي. سؤال واحد اخر، حاليا واش كتحسي براسك مرتاحه نفسيا؟ والحمد لله. البنات يعني انا ماشي غادي نقول لكم انا واحد، ماشي غنقول لكم ما عنديش طموح، حيت الانسان اللي ما عندوش طموح هو انسان بدون حياه، يعني ما يمكنش تعيشي وانت ما عندكش طموح، ما يمكنش تعيشي وانت ما عندكش احلام كتحلمي انك تحققيهم، يعني هذه لا لوجيك، هذا الانسان الطبيعي هو اننا نحلموا نتمنوا نخدموا نكدوا، المهم نحاولوا اننا نديروا شي حاجه اللي تفرحنا اكيد واللي نثبتوا بها ذاتنا. فانا حاليا دائما حاجه واحده اللي مهمه انا الحمد لله ونشكر على النعمه اللي حنا فيها، كيف ما بغات تكون الاوضاع، يعني دائما الانسان يكون يعني يحمد الله، هذه شي حاجه اللي ضروريه. انا من يعني من الناس اللي كيحمدوا الله بزاف، اقل حاجه كتلقاني كنحمد الله، وفي نفس الوقت من الناس اللي طموحين، يعني كنطمح انني دائما نغير حياتي، انني نطور من نفسي، انني نتعلم حوايج جداد، انني مهم دايره بحال شي بونجا، انا كنبغي نمتص يعني وكنبغي نتعلم، ماشي من نوع الناس اللي كنبقى انا جالسه اولا كنبقى يعني بحال محافظه على داكشي اللي عندي، لا كنبغي دائما ندخل الحوايج لحياتي حوايج جداد، نتعلم حوايج جداد، نتعرف على ناس جداد. دونك انا فحال هكا، هذا هو هذه هي الشخصيه ديالي، وفي نفس الوقت واحد الانسانه اللي كنحمد الله ونشكره على جميع النعم اللي عندي، لان ابسط حاجه فينا ابسط حاجه فينا النعمه، شوف نعمه السمع، نعمه الصحه، نعمه يعني كل شيء نعم من عند الله سبحانه وتعالى. سؤال واحد اخر، علاش غبرتي؟ توحشنا الشيوات ديالك. يعني بالنسبه للبنات اللي كيسولوني علاش وليت كنغبر في الاونه الاخرى، يعني في الاول كنت نشيطه ولكن مؤخرا وليت كنغبر، وليت كنغبر البنات لاني رجعت للخدمه ديالي، لانه يوتيوب واش ماشي شي حاجه اللي يمكننا نعولوا عليها 100%، يعني هو خدمه، يعني انا كنعتبره خدمه اللي خدمتي فيه، يعني اللي عطيتيه كيعطيك، مي ما ماشي شي حاجه اللي غادي نعتمد عليها انا شخصيا ما كنحسش بانه شي حاجه اللي غادي نعتمد عليها. دونك رجعت للخدمه ديالي، دابا ولدي الحمد لله شويه كبر، رجع للمدرسه، دخل المدرسه، دونك رجعت للخدمه ديالي، هذا الشيء اللي ولا كيغبرني، ما بقيتش كنقدر نصور فيديوهات اكثر، اضافه الى اشياء اخرى انا غادي نذكرها دابا. غادي بالكم الضوء كيمشي ويجي في الفيديو لان الشمس كتشرق وكتغبر، لان النهار شويه مغمم في الصباح طاحت الشتاء. بالنسبه لزينب كتقول بغينا روتينات في قناتك. بالنسبه للبنات اللي متبعيني من الاول عارفين اني كنت كندير روتينات والحمد لله كانوا كيعجبوكم، كنتو كتفاعلوا معاهم، كانت فيهم مشاهدات اللي هي مزيانه، وخصوصا انني كنت كنحرص يعني كل حرص انا الروتينات ديالي يكونوا فيهم كافاده واستافدوا منهم الناس، يعني كتعرفوا انني ضد التفاهه، يعني ضد اني نقدم التفاهه في القناه ديالي. فجا واحد الوقت اللي ما بقيت درت لا روتينات لا فلوغات لا جمال، وحتى الجمال جاتني عليه اسئله كثيره في الانستغرام، علاش انا ما بقيتيش كديري الجمال؟ مع العلم ان الجمال هو الخدمه ديالي، يعني انا استيتيسيان هذيك هي خدمتي، وما بقيتش كندير الجمال.
علاش؟ لانني انا يعني ماشي شي حاجه صدفه، هي مقصوده. يعني خديت واحد القرار وصلت عليا واحد الوقت قلت ما بقيتش انا غادي نبان كاع في اليوتيوب، يعني ندير الطبخ صافي ونمشي في حالتي، يعني يبانوا غير يدي ونمشي في حالتي. فما بقيتش كندير الفيديوهات اللي عندهم علاقه بالجمال بشكل اللي هو متعمد ماشي صدفه، لانه فيديو تعليمي كنجي كنشارك معك تجربتي سواء كمنتج طبي خصوصا في المنتجات الطبيه، لان الناس اللي متبعيني من الاول عارفينني يعني من البدايات ديالي ملي كانت القناه تبقى صغيره، يعني ما كاينش شي واحد اللي غيشوف فيا ولا غيقول لي دير لي الاشهار ولا يجي جيتي. كنت كنشارك لي برودوي ديرماتولوجيك لاني دائما كنهضر وكنقول راه كيعجبوني، يعني شي حاجه اللي هي امنه للبشره، يعني كنعطيكم تجربتي وكنشارك معكم داكشي انطلاقا من خدمتي. يعني كنعطي كنتكلم على النوعيه ديال البشره، على الاحتياج ديال كل بشره، فانا كنعطي من قلبي. يعني وفيديو تعليمي كتجي واحد تكتب لي لتحت هو اشهار وقهرتينا بالاشهار، يعني هذيك الكلمه ديال الاشهار قتلتني انا. وانا من نوع الناس البنات اللي حساس، انا حساسه الى ابعد حد يمكن لكم تصوروا، وما كنبغيش المعيار، ما كنبغيش، ماشي غنقول لكم ما كنتقبلش النقد، لان النقد حاجه واحده اخرى. يعني حتى النقد انا ملي كندير فيديو بحال قلتو كنهتم بالتفاصيل، انا من الناس اللي كيهتموا بالجزئيات، يعني ما نقدرش بحال شي حاجه بسيطه كنقاده شي حاجه باش ما يجينيش تعليق خايب. يعني التعليقات الخايبه فعلا كتضرني في قلبي. فهاد الفيديوهات هادو ما كانتش كتجي فيهم زعما شي حاجه اللي هي كثيره، ديما جوج تعليقات جوج ديال التعاليق ثلاثه حتى لاربعه. من داك القضيه ديال الانسان كيطيح عليك الباطل، انت داك الفيديو شري واحد المنتج بفلوسك، وعاد دائما انا كنطبل ونزمر كنقول ان لي برودوي ديرماتولوجيك اي المنتجات الطبيه ما كتحتاجش الاشهار، يعني شي حاجه اللي هي واعره، شي حاجه اللي كيخرجها الطبيب، ما يتسناونيش انا ندير لهم الاشهار. اكيد كندير الاشهار مره، يعني ملي كندير الاشهار كنقولها لكم بحال دابا السبرتينات اللي شاركتهم معكم، هذوما توصلت بهم من موقع يعني هونغ كونغي فابور، يعني صيفطوا لي قالوا لي واش نصيفطوا لك السبرتينات وتهضري عليهم في قناتك، قلت لهم اه مرحبا، شفتهم عجبوني وانا شاركتهم معكم صافي ونبينا علي السلام. يعني الانسان يعني حنا اليوتيوبرز راه شي حاجه عاديه اننا نديرو اشهار، ولكن كيبقى في كل حال ملي كتكوني ما دايراش، يعني ما كاين حتى شي حاجه، وبنادم كينزل عليك بوابل من هذا وانت كتكوني كتشرحي من قلبك. ف وصل لي واحد الوقت اللي فريمون ضرني الحال، فحتى الروتينات ما بقيتش كنديرهم على قبل هذه القضيه. واش انا ملي غندير الصباح روتين راه غنشارك معك الروتين ديالي ديال بشرتي، واش انا ملي نشارك معك روتين بشرتي شنو غادي ندير الضباب على لي برودوي؟ راه بالعكس، راه الانسان خصو يفيد، انا الدور ديالي راه كنأثر فيك. يعني الا كندير شي حاجه وافقتني وزوينه وواعره واو، ما نقولش لك راه واعره، راه خصني نقولها لك، ما فيها باس انا الانسان يبارطاجي المعلومه، وهذا هو الدور ديالنا حنا اليوتيوبرز. دونك ملي بقاو يعني كيجيوني هاد التعاليق فحال هادو، واخا هما قلال، يعني الحمد لله الاغلبيه الساحقه يعني 95% وما كثر ديال الناس كيتيقوا فيا، عندي التزام مع شي واحد اخر، راه ما غاديش نقدر ناخذ قرار فحال هذا، يعني يقول لك لا راه خصك تدوزي لي البرودوي ديالي اولا هذا. دونك انا ما كاين حتى شي حاجه، اللي دابا تقريبا اكثر من قبل من الصيف بقيت درت شحنه ديال الجمال باش نبقى هانيه. البنات اللي كيبغيو هادشي ديال الجمال الروتينات ديالي اولا هكا نهضر على البرودوي وداكشي، راه كندير هادشي في الانستغرام. كيسالي الفيديو ديالنا ما سخيتش بكم، كنتمنى تكونوا حتى نتوما توحشتوني كيف ما توحشتكم، اللي توحشتني تخليها في التعليقات، كنبغيكم بزاف، بالسلامه عليكم. وبالنسبه للسبرتينات غادي نخلي لكم ليان تحت في صندوق الوصف، دخلوا شوفوا الموقع عندهم فيه داكشي واعر، وفريمون السبرتينات شي حاجه واعره، شي حاجه طبيه خفيفه بحال ما لابسه حتى شي حاجه. كنبغيكم بزاف، بالسلامه عليكم.